دي مفاتن يا مولاي صاحبة خان الغجر. وصل لنا معلومة إن الجارية ميمونة اللي كانت عايشة هنا زمان هربت وعاشت وسط الغجر. إزيك يا مفاتن؟ فين خالة ميمونة يا مفاتن؟ طب وحياة الغجر وإن شاء الله عدم النظر. أنا ما أعرف حاجة، ده أنا كنت عيلة يا ناس. فين خالة ميمونة؟ الخالة ميمونة دي حبيبتي. مالها بقى؟ فين هي؟ دي ماتت من زمن الزمن. طمنتيني. خالة ميمونة كان معاها طفل، فين هو؟ معرفش. ناولني الله يخليك المنجل من عندك يا وزير نميس. افتكرت، قصدك العيل الصغير اللي كان معاها. ده مات في حريق الغجر. دلوقتي يا مولاي تقدر تنام وتفرفش. وزير نميس، حطوا مفاتن على العروسة. هي ايه العروسة دي؟ يا عيني يا مفاتن، العروسة دي اللي بنعرف منها الكذاب من الصادق. حطوها على العروسة يلا.